انا لما اطلب من حضرتك طلب حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام شكرا شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران عمر فندم. اندهلي يا ابني البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الأكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وأنا مسؤول بنفسي. ها؟ احكي لي كده بالتفصيل إيه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصلا كان عندي عيد ميلاد. اه طبعا كل سنه وانت طيبه، واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبضه؟ قال لي ما عنديش غير لمبضه بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني. خش في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباده، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ ما عنديش يا باشا. ما عندكش توفي ليه؟ مش كشك. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو قال بس ايه الهبل ده؟ يا زهران عمر فندم. اندهلي يا ابن الست اللي بره. والسعي كده؟ ايه والسعي ده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مرتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند اسكتي خالص. انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني. كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهالم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تخرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمهولك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبهوله من عين التخين. الو اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ لا يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر فندم خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. على فكره حياتي ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم، ايه الظلم ده؟ حرام عليكم.
واقف بتروح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى.